تكمل المقاومة والشعب الفلسطيني الشهر 11 من مواجهة العدوان الصهيوني، وتكتمل صورة المعركة بين شعب شبه أعزل وبين عدوان صهيوني وقوى داعمة له تغض الطرف عن كل جرائمه، ليكون المشهد كاملاً لن ينكسر شعب يصنع من رائحة الموت عبيراً للحرية. ثبات إخواننا على أرض غزة، سواء الكتائب المقاتلة المجاهدة أو الشعب البسيط المغلوب على أمره الذي يعني محاصر منذ أشهر طويلة، اليوم يكاد تغلق السنة بكاملة والشعب الفلسطيني محاصر، لكن رسائل كبيرة قالها الشعب الفلسطيني أن بعد اليوم الشعب الفلسطيني لن يكسر، ولا تراجع عن المقاومة ولا تراجع عن سقوط إسرائيل وأخذ حق الشعب الفلسطيني. ثم مشهد آخر يرسمه اليمنيون يتمثل في التضامن الذي تتنوع مظاهره بين الوقفات والمسيرات والبيانات والفعاليات المختلفة، مؤكدين بذلك أن قضية فلسطين لا تقبل المساومة ولا الاستثمار ولا التفريط، فهي قضية اليمن والعالم العربي والإسلامي وكل ضمير حي. بالنسبة للشعب اليمني، الشعب اليمني من أقصى إلى أقصى، شمال وجنوب وشرق وغرب، مع القضية الفلسطينية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعني ينسون هذه القضية الفلسطينية أو تنسيهم خلافاتهم البينية ويتناسوا هذه القضية الفلسطينية الأصل، قضية العرب والمسلمين. فالأبناء الشعب اليمني لا يمكن إلا أن يكونوا مع القضية الفلسطينية. وقفات مستمرة ينفذها المصلون عقب صلاة الجمعة في مدينة مأرب، يستمرون في إعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ويطالبون العالم أن يكون له موقف إنساني مما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية وحرب على كل مظاهر الحياة. طالب المجتمع الدولي بضرورة العمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قراره بشأن وقف الحرب عليها، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي به طوعا أو كرها. كما نطالب بسرعة وقف العدوان الصهيوني على مدن الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء العملية العسكرية النازية الجارية فيها منذ أسبوعين. وعلى المجرم نتنياهو أن يدرك أنه مثلما ترفض المقاومة في قطاع غزة الاستسلام أمام الاحتلال، فكذلك لن تستسلم الضفة الغربية بمقاومتها الباسلة رغم كل الظروف المحوطة بها. يشهد هؤلاء المحتجون نصراً يلوح في أفق المعركة الشرسة، يتخلق صموداً وتضحية وتحد من بين ركام الأبنية وجثث الضحايا. محمد القليصي لقناة سهيل، مأرب.